شوف، الكيان الصهيوني الآن هو يمر بمرحلة خطيرة جدا. كل القنوات، كل الأجهزة الأمنية، كل الصحف هي تشير إلى أن نتنياهو يصر على الحرب لأسباب شخصية، والسبب الأساس هو لأنه إذا أوقف الحرب هذا الائتلاف الحاكم سيتفلش ونتنياهو سيذهب إلى المحاكمة. من هنا هو يحاول أن يهرب إلى الأمام بخلال استمرار بالحرب حتى لا يحاكم أو يؤخر المحاكمة قدر المستطاع. ولكن هل المجتمع يعني يستمر يماشي نتنياهو أو لا؟ هذا هو السؤال. رأينا المظاهرات قبل شهرين أو ثلاثة أنه نزل إلى الشارع أكثر من 1.5 مليون شخص، نعم، في تل أبيب وفي حيفا ضد سياسات نتنياهو، وهذا يعكس حقيقة أن هذا المجتمع لا يستطيع أن يستمر كثيرا. نعم، الآن هو يحاول من خلال البروباغندا، من خلال الإعلام يصور أن هناك إنجازات تحدث. استشهاد السنوار هو مسألة طبيعية. السنوار كان يقول نحن في كربلاء، إما النصر أو الشهادة. فموضوع استشهادي أمر طبيعي جدا، ولكن المجتمع الصهيوني إلى متى يستطيع أن يصمد؟ في تصوري أن المجتمع الصهيوني لا يمكن أن يستمر كثيرا، وأن هذا المجتمع يمكن خلال الأيام، يعني استمرار ضرب حيفا وضرب تل أبيب من قبل المقاومة الإسلامية في لبنان سيجعل هذا المجتمع بشكل أو بآخر ينقلب على نتنياهو خلال الأسابيع القادمة.